بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة في كورس Thermodynamics 2 لطلاب الفرقة الثانية قسم هندسة القوى الميكانيكية وبرنامج هندسة الطاقة المتجددة. الموضوع المحاضرة هو Mixtures of Ideal Gases، مخاليط الغازات المثالية. الهدف من المحاضرة إن احنا نتعلم طريقة نحسب بيها خواص السيستم اللي بيتكون من اكتر من one component، يعني خليط من اكتر من غاز مثالي، وازاي نحدد state properties للميكستشر. فكر حضراتكم بمثال بسيط. لما درسنا pure substance وقلنا ان في condition اسمها wet vapor، الwet vapor هو خليط من الساتوريتد فلويد والساتوريتد فيبر. معروف ان جداول البخار بتحتوي على توصيف كامل لحاله الساتوريشن، سواء الساتوريتد ليكويد موصوفه في الجدول تحت اسم او تحت رمز في اف واتش اف واس اف، وسواء كانت للساتوريتد فيبر تحت رمز في جي واتش جي واس جي. الويت فيبر الخواص بتاعته هي خليط من خواص الساتوريتد ليكويد مع الساتوريتد فيبر، والخلط بيتم بنسبه الدراينس فراكشن. ولان نسبه الخلط مختلفه على حسب قيمه الدراينس فراكشن، ما كانش من المنطقي ان احنا نعمل جداول لكل الاحتمالات الممكنه، وبالتالي عرفنا مجموعه من المعادلات. لو قدرت تستخرج من الجداول خواص الساتوريتد فيبر وخواص الساتوريتد ليكويد كل واحد منهم على حدة، وتحسب انت قيمة خواص الويت فيبر باستخدام الخلط عن طريق نسبة الدراينس فراكشن اكس. بالمثل لو عندنا اكتر من ايديال جاس وليكن اكسجين مع نيتروجين، هنخلطهم مع بعض ويطلع ريزلتنت ميكستشر، والميكستشر له خواص، خواصه هتبقى جزء منها جاي من الأكسجين وجزء منها جاي من النيتروجين، ولكن نسبة مشاركة كل غاز في خواص الميكستشر بتعتمد على نسبة وجوده في المكونات. ولأن نسب الخلط ممكن تتباين، فهنتعلم في المحاضرة دي طريقة نحسب بيها الخواص، وهنعممها على كل البروبرتيز ونشوف نطبقها ازاي في حل المشكلات او في ايجاد في عمل سيستم اناليسز للديفرنت ثيرموداينامك سيستمز. قبل ما نعرف ازاي نحسب الخواص، لازم نوصف الميكستشر المتواجد معاك في المنظومه. يعني اذا فرضت ان في مجموعه من الايديال جاز هيتم خلطها، والريزلتنت ميكستشر هو كمان هنعمله على انه ايديال جاز، يبقى اول خطوه نحددها هو تحديد وصف او اناليسز للميكستشر، تعرف تحدد التركيب. فالكومبوزيشن عاده لاي ميكستشر بيتم وصفه باستخدام نوعين من الاناليسز. النوع الاول بيعتمد على التحليل بنسب الكتله، كتله المركبات المشاركه في تكوين الخليط، وده بنسميه جرافيمتريك اناليسز، يعني تحليل باستخدام الكتل، او الوصف بطريقة اخرى باستخدام نسب عدد المولز المشاركة في تكوين الخليط، وده بنسميه مولر اناليسز. فاذا وصفنا الخليط يا اما بالماس اناليسز او بالمول اناليسز او المولر اناليسز، ونعرف نحول واحد منهم للتاني، يبقى نعرف نقول مكونات الخليط هي ايه بالكامل، ونعرف نستخدمها بعد كده في ايجاد مواصفات الخليط. اللي يفرق الجرافيمتريك اناليسز عن المولر اناليسز هو احنا بنبدأ نعمل وصف للخليط باي بروبرتي، بالماس ولا بالنمبر اوف مول. ويساعدنا في التوصيف ان احنا نتعرف على two terms او two expressions جداد. الاول منهم حاجة اسمها mass fraction.
لو فرضت ان هنا ان احنا مهتمين بدراسة ميكستشر بيتكون من مجموعة من من الجاسز كلها مش بيحصل ما بينها تفاعل كيميائي، هي نون رياكتنج جاسز، وعدد الجاسز اللي داخلة في تكوين الميكستشر هي وليكن جي كومبوننت. يبقى لو عاوز تعرف التوتال ماس للميكستشر هتبقى هي مجموع الانديفيديوال ماسز، يعني الماس الكلية للخليط هتساوي مجموع الماس اللي جاية من الغاز الأول زائد الماس للغاز الثاني وهكذا إلى آخر كومبوننت اللي هي الماس للغاز رقم جي. يعني هي summation from I equals to 1 to I equals to J of Mi. يبقى هنجمع M للآيث للغاز رقم I ونعد عدد الغازات من 1 إلى J. تعالوا المعادلة اللي قدامنا نقسم الطرفين فيها على الكتلة الكلية اللي هي M mixture. يبقى هنقسم M mixture في الطرف الشمال على M mixture ونقسم كل term في الطرف اليمين على M mixture، وبالتبسيط يبقى M mixture على M mixture تساوي 1 ونسبة M للغاز رقم I إلى M للتوتال ميكستشر دي هنرمز لها بالرمز أو بإكسبريشن جديد اسمه ماس فراكشن والسيمبول بتاعه هو M سبسكريبت F. يبقى M سب F أو MF ده الماس فراكشن ويعبر عن كتلة الغاز رقم I في خليط من الغازات. يبقى الماس فراكشن هو كتلة الغاز الموجود في خليط من مجموعة من الغازات. واضح من المعادلة اللي فاتت ان summation الماس فراكشن لكل الكومبوننتس الداخلة في تكوين الخليط لازم يطلع يساوي 1. يبقى اول حاجة نستخدمها لوصف الخليط هو الماس فراكشن، هو الكتلة كتلة الغاز على كتلة الخليط بالكامل. في المولر اناليسي لو بدأت تحسب عدد المولز لتكوين اي خليط وهنقول ان التوتال نمبر اوف مولز اللي بيتكون منها خليط عبارة عن النمبر اوف مولز اللي جاية من الغاز الاول زائد النمبر اوف مولز من الغاز التاني وهكذا، يعني التوتال نمبر اوف مول ان ميكستشر عبارة عن summation of ان اي للنمبر اوف مولز للغاز رقم اي، وآي بيتغير من 1 إلى جي. بنفس الطريقة لو قسمت المعادلة في الطرفين على total number of moles in n mixture يبقى summation nf equals to 1 حيث nf هو اسمه المول fraction والمول fraction هو number of moles لأي component مقسوم على total number of moles اللي داخل في تكوين الخليط. بما ان مجموعة الغازات اللي داخلة في تكوين الخليط كل واحد منها هو ideal gas يبقى resultant mixture هو كمان يعامل كأنه ideal gas. لل ideal gas محتاجين ان احنا نعرف المولر ماس ونعرف الجاز constant عشان نطبق عليه ال equation of state. فعشان نحسب المولر ماس لأي mixture هنبدأ بالكتلة الخليط. لو قلت ان الماس لأي component عبارة عن number of moles مضروبة في المولر ماس لأي للكومبوننت دي، ولو بنتكلم على الميكستشر يعني لو بدور على الماس للميكستشر تساوي number of moles للميكستشر مضروبة في المولر ماس للميكستشر. وتعالوا نقسم نرتب المعادلة ونطلع المولر ماس لوحدها في طرف، يبقى المولر ماس للميكستشر تساوي total mass مقسومة على التوتال نمبر اوف مول. يبقى لو انت عارف عندك كتلة من الخليط كام كيلوغرام وعارف فيها الكام كيلوغرام دول بيحتوى على كام كيلو مول اقسم الاثنين على بعض وطلع المولر ماس. واذا كان ده غير متاح ليك تعالوا نبدأ نحسب العلاقة ما بين النمبر اوف مول والمولر ماس باستخدام الاتزان اللي قدام حضراتكم. لو قلت ان التوتال ماس ام ميكستشر هي مجموع الماسز للانديفيديوال كومبوننت وشيل كل ماس منها واكتب منها المعادله اللي هي النمبر اوف مولز مضروبه في المولر ماس،
يبقى N mixture مضروبة في المولر ماس للميكسر تساوي N1M1 number of moles للغاز الأول في المولر ماس للغاز الأول، وكرر لغاية كل الكومبوننتس. نفس المعادلة دي اقسم المعادلة في الطرفين على total number of moles، يبقى الريزلتنت ان المولر ماس للميكسر يساوي N1 مقسوم على NM مضروبة في M1، ويبقى N1 على NM ده يبقى المول فراكشن للغاز الأول مضروب في المولر ماس للغاز الأول، زائد N2 مقسومة على N ميكستشر يبقى المول فراكشن للغاز الثاني مضروب في المولر ماس للغاز الثاني، وهكذا. معنى كده إن المولر ماس اللي احنا بندور عليها للميكستشر بقت تساوي سميشن حاصل ضرب المول فراكشن NF للآيس كومبوننت مضروبة في المولر ماس للآيس كومبوننت، يعني اضرب المولر ماس لكل غاز في المول فراكشن للغاز ده في تكوين الخليط، وجمع على مستوى كل الكومبوننت اللي مشاركة في حساب أو في تكوين الميكستشر. وأشهر مثال للميكستشر هو الهواء الجوي. الهواء الجوي احنا بنقول عليه dry air بنسب number of moles بنسب حجمية، بيتكون من 78.1 من النيتروجين، والنيتروجين المولر ماس ليه 28 كيلو جرام لكل كيلو مول، وبيتكون من 21% من O2 اللي المولر ماس ليه 32 كيلو جرام لكل كيلو مول، ونسبة بسيطة من الأرجون 0.9%، والأرجون المولر ماس ليه 39.994 كيلو جرام لكل كيلو. لو عايزين نحسب المولر ماس للهواء اللي احنا بنحل بيه المسائل من اول ثيرموداينامكس على انه 29 كيلو جرام لكل كيلو مول، الرقم ده جه من المعادله اللي فاتت. عشان تعرف مولر ماس للميكستشر كل هتعمله انك هتضرب المول فراكشن لكل غاز في المولر ماس للغاز ده. فلو احنا عندنا 100 كيلو مول من الغاز من الدراي اير، يبقى منهم 87.1 كيلو مول من النيتروجين، ويبقى نسبة المولر فراكشن أو المول فراكشن لكل غاز هي نسبة الغاز على النسبة الكلية، كأن الاناليسز اللي هو مديه في الديسكريبشن ده بنسب المولر اناليسز ده يساوي المول فراكشن لكل غاز. يبقى هضرب المول فراكشن لغاز النيتروجين في المولر ماس لغاز النيتروجين، ونجمع عليه حاصل ضرب المول فراكشن للأكسجين في المولر ماس لي، والمول فراكشن للأرجون في المولر ماس للأرجون. لو عوضت بالأرقام يطلع المولر ماس للدراي اير 28.95 كيلو جرام لكل كيلو مول اللي احنا استخدمناها تقريبا على انها 29 كيلو جرام لكل كيلو مول. طب ازاي نحول ما بين الماس فراكشن والمول فراكشن؟ تعالوا نبدأ بالمعادلة اللي بنوصف بيها الماس فراكشن لأي غاز. الماس فراكشن للغاز يساوي الماس للغاز مقسومة على التوتال ماس للميكستشر، وبما ان الماس تساوي حاصل ضرب النمبر اوف مولز مضروبة في المولر ماس، يبقى الماس للغاز رقم I عبارة عن Ni Mi، ويبقى الماس للميكستشر عبارة عن N ميكستشر في M ميكستشر. لاحظ ان number of moles للغاز مقسوم على number of moles للميكستشر ده يدي المول فراكشن، يبقى الماس فراكشن لأي غاز يساوي حاصل ضرب المول فراكشن في نسبة المولر ماسز ما بين الغاز وبين الميكستشر. يبقى كده نعرف نحول واحد منهم للتاني او نجيب العلاقة ما بين الماس فراكشن والمول فراكشن. لو في مثال نطبق عليه الجزء ده، وبيقول في المثال ان the molar analysis of a gaseous fuel indicates that it is composed of، التحليل بالنمبر اوف مولز لوقود على شكل غاز بيقول ان تركيبه هو 20% من غاز الميثان CH4 و 40% من غاز الايثان C2H6 و
40% من غاز البيوتان C3H8. عاوز يحسب باستخدام المولر اناليسز، احسب الجرافيمتريك اناليسز، يعني هو مدي لك تحليل بنسب نمبر اوف مولز، عاوز تحولها الى تحليل باستخدام الماس ريشوز، وعاوز يحسب المولر ماس للريزلتنت ميكستشر. احنا مسموح لنا ان احنا نستخدم المعادله اللي وصفناها من شويه، اذا كان ده هو المول اناليسز، المولر اناليسز، يعني كل واحد كل رقم من الارقام دي هو المول فراكشن للغاز، ينفع تضربه في المولر ماس للغاز وتقسمه على المولر ماس للخليط وتطلع الماس فراكشن، بشرط انك تبقى عارف المولر ماس للخليط. لو ده مش متاح في بداية الحل، يفضل ان نحل النوعية دي من الاكسرسايزز على شكل تابيوليتد فورم، يعني هنعمل جدول ونفرض كده ان الجدول اللي احنا هنكونه لميكستشر بيتكون من 100 مول او من 100 كيلو مول. تعالوا نفرض ان احنا اللي موجود عندنا 100 كيلو مول، ونكون جدول فيه اول كولم عبارة عن اسم الكومبوننت. فاحنا عندنا الجاسز اللي موجودة هي CH4 C2H6 C3H8. الكولم رقم 2 هنسجل فيه number of moles او المول fraction. فهو بيقول الكومبوزيشن كان بيتكون من 20% CH4، فاذا كانوا 100 كيلو مول يبقى النمبر اوف مولز اللي موجود من الغاز الاول هو 20 كيلو مول. بالمثل في 40% من ال 100 كيلو مول C2H6 يبقى عندنا 40 كيلو مول من C2H6 و40 كيلو مول من C3H8. الجاسز المتاحة ليك حضرتك عارف المولر ماس ليها، المولر ماس ل CH4 ذرة الكربون وزنها الذري 12 زائد الهيدروجين 1 وهم 4 يبقى 12 زائد 4. بالمثل 12 في 2 زائد 1 في 6 يبقى الوزن المولر ماس ل C2H6 30. نعرف نحسب ل C3H8 يطلع 44. كده لو انت عارف من كل غاز في منه كام مول ووزن المول الواحد قد ايه، المولر ماس ليه يعني، نقدر نضرب الاتنين في بعض ونطلع التوتال ماس. يبقى الماس لكل غاز هي حاصل ضرب الرقم اللي موجود في العمود رقم 3 مضروب في العمود رقم 2، يعني 20 في 16 يطلع 320 وهكذا، 30 في 40 يبقى 1200، 40 في 44 يبقى 1760. يبقى التوتال ماس للميكستشر هي مجموع الانديفيديوال ماسز، اجمع الثلاث قيم يبقى ده مجموع العمود. يبقى انت عندك الماس الكلية وعندك النمبر اوف مولز الكلي. هو عاوز المطلوب الاول يطلع الماس اناليسز، والماس اناليسز عبارة عن نسبة الماس لكل غاز مقسومة على التوتال ماس للميكستشر. فاقسم 320 على 3280 يدي لك الماس اناليسز للغاز الاول، اقسم 1200 على 3280 يدي الماس فراكشن للغاز الثاني، اقسم 1760 على 3280 يدي الماس فراكشن للغاز الثالث، واعمل تشيك لازم مجموع الماس اناليسز يطلع 100%، مجموع الماس فراكشنز يطلع 100% او واحد صحيح. كده نقدر نحسب المولر ماس للميكسشر بطريقتين. الطريقه الاولى ان انت عارف التوتال ماس وعارف النمبر اوف مولز. التوتال ماس للميكسشر 3280 كيلوغرام، والنمبر اوف مولز من الخليط هم 100 كيلو مول. نعرف دلوقتي نقسم التوتال ماس على التوتال نمبر اوف مول يقوم يدي المولر ماس بطريقه سهله. او لو انت عاوز تعرف المولر ماس باستخدام الايكويشن اللي وصفناها في السلايد اللي قبل كده، محتاجين ان احنا نعوض في المعادلة دي summation حاصل ضرب المول فراكشن لكل غاز، المول فراكشن اللي هو في العمود رقم اتنين لما نقسمه على التوتال ماس، يعني 20% 40% 40% مضروب في الماس المولر ماس لكل غاز اللي هي اللي موجودة في العمود رقم 3. يعني عشان نطلع المولر ماس للميكستشر
هنضرب 20 على 100 في 16 زائد 40 على 100 في 30 زائد 40 على 100 في 44، ولازم الريزلت تدي نفس الناتج اللي هو 32.8 كيلوغرام لكل كيلو مول. الطريقتين يؤدوا إلى نفس الناتج. كده عرفنا نوصف الخليط يا إما مولر أناليسز أو جرافيمتريك أناليسز، ونحول واحد منهم للتاني. الخطوة الأهم بالنسبة لنا إن إحنا نحسب العلاقة ما بين البريشر والفوليوم والتمبريتشر. عايزين نشوف إزاي نطلع الستيت بروبرتيز لأي ايديال جاس ميكستشر، وهنستخدم في الحالة دي اتنين different approaches. قدامنا ان احنا نعمل التحليل يا اما باستخدام دالتونز لو اوف اديتيف بريشرز، قانون دالتون للضغوط الجزيئية، او باستخدام اماجاتز لو اوف اديتيف فوليومز، قانون اماجات لاضافة الحجوم. هنشوف كل واحد منهم ونعرف نطبقه ازاي لخليط من ايديال جاز. نبدأ بقانون دالتون. دالتونز لو هي الستيتمنت بتاعته بيقول ان الضغط الكلي لميكستشر اوف ايديال جاسز عبارة عن مجموع ضغوط كل كومبوننت لوحدها اذا وجدت في نفس حجم ودرجة حرارة الخليط. يعني the total pressure الضغط الكلي exerted by a mixture of gases، الضغط الكلي الناتج عن مجموعة من غازات مخلوطة مع بعضها، هو is the sum of component pressure، هو مجموع الضغوط الجزيئية، ضغوط كل component each measured alone، لو وجدت كل component لوحدها at the temperature and volume of the mixture. قانون دالتون بيقول لو انت عندك خليط من غازات يبقى الضغط الكلي بتاعه عبارة عن الضغط اللي ناتج من كل غاز لوحده، لما تجيب الغاز ده وتخليه داخل نفس الحجم اللي بيشغله الخليط عند نفس درجة الحرارة، ويبقى التوتال بريشر للميكستشر عبارة عن البريشر للغاز رقم 1 زائد البريشر للغاز رقم 2 زائد البريشر للغاز رقم جي. يعني هو سميشن البريشر لكل كومبوننت. انا هفرض دلوقتي ان التوتال بريشر للميكستشر هو الابر كيس لتر بي، وافرض ان الكومبوننت بريشر او الانديفيديوال بريشر لكل كومبوننت هنقول عليه بارشال بريشر او كومبوننت بريشر، عباره عن هنرمز له بالرمز لوور لتر بي، الحرف بي اللي هو اللور كيس. يبقى التوتال بريشر للميكستشر هو مجموع البارشال بريشر لكل مكونات الخليط. الكلام ده نقدر نوصفه بطريقه تانية او برسم باستخدام ان لو انت عندك سيلندر معروف حجمها ودرجه حرارتها وفيها غاز هو الغاز رقم 1، وعند البريشر وعند التمبريتشر والفوليوم المعروفين الغاز ده لوحده له بريشر اسمه P1. لو هنجيب سلندر قدها بالظبط لها نفس الحجم وعندها نفس درجة الحرارة بس فيها غاز تاني له بريشر P2، لو جمعنا الاتنين في سلندر مماثلة ليهم، يعني السلندر الجديدة لها نفس الحجم وهنخلط التو جاسز ويبقوا عند نفس درجة الحرارة، الخليط اللي بيتكون من الغاز رقم 1 والغاز رقم 2 عند نفس درجة حرارة وحجم الكومبوننت بريشر، يبقى التوتال بريشر لي الناتج هو اللي بيوصفه قانون دالتون للبارشل بريشر، اللي بيقول ان مجموع ان التوتال بريشر للميكستشر هو مجموع الانديفيديوال بريشرز لو كل واحد فيهم كان عند نفس حجم وضغط الخليط. لاحظ ان احنا لما بنخلط كميات على بعضها احنا بنخلط يا اما الماس يا اما النمبر اوف مولز، فانا هفرض ان انا عايز احسب التوتال نمبر اوف مولز للميكستشر ده، يبقى التوتال نمبر اوف مولز عباره عن مجموع النمبر اوف مولز لكل كومبوننت n1 زائد n2 لغايه nj،
بما ان كل كومبوننت لوحدها هي ايديال جاس، تعالوا نطبق الايكويشن اوف ستيت ونشيل النمبر اوف مولز ونكتب مكانه من الايكويشن اوف ستيت. الايكويشن اوف ستيت بتقول للايديال جاس بي في ايكوالز تو ان ار بار تي، بي هو البريشر، في الفوليوم، ار بار هو اليونيفرسال جاس كونستانت، تي هي الابسوليوت تمبريتشر. ونعوض من المعادله دي في الايكويشن اللي بدانا بيها الخلط، يبقى هشيل ان ميكستشر واكتب مكانها بي ميكستشر، في ميكستشر مقسومه على ار بار مضروب تي ميكستشر، ونشيل ان 1 ونكتب مكانها بي 1 في 1 ار على ار بار تي 1، ونكمل لنهايه المعادله. نلاحظ كده ان اللي قدامنا كلهم ايديال جاسز، ار بار واحده للكل، نعرف نضرب الطرفين في ار بار. ولاحظ ان احنا جبنا كل كومبوننت على حده والميكستشر الناتج كلهم عند نفس الحجم ودرجه الحراره، يعني معنى كده ان انا ممكن اقسم المعادله كلها على في واضربها كلها في الابسوليوت تمبريتشر تي. يبقى عندنا في النهايه ان التوتال بريشر للميكستشر عباره عن البريشر اللي كان يقاس للغاز الاول لوحده لما كان موجود في سيلندر فيها الحجم ودرجه حراره الخليط زائد الكومبوننت بريشر الثاني وهكذا. يبقى ده اثبات قانون دالتون ان البارشال بريشرز للغازات لو وجدت في حجم ودرجه حراره الخليط لازم تساوي التوتال بريشر للايديال جاس ميكستشر. طيب تعالوا نحسب دلوقتي الجاس كونستانت لاي ميكستشر ار. احنا عارفين ان نقدر نجيب الجاس كونستانت ار باستخدام اليونيفرسال جاس كونستانت ار بار او ار يو مع المولر ماس. فلو قلت ان من استخدام الايكويشن اوف ستيت بي في ايكوالز تو ان ار بار تي، ومن المعادله دي نحسب البريشر لوحده في طرف، البريشر بقى يساوي ار بار تي مقسوم على في، والنمبر اوف مولز هستخدمه من المعادله اللي بتجيب علاقه ما بين الماس والنمبر اوف مولز، ان الماس تساوي النمبر اوف مولز مضروب في المولر ماس. يبقى هشيل ان واكتب مكانها توتال ماس مقسومه على المولر ماس للميكستشر. ونرتب المعادله دي، ناخد ار بار مع ام ونخلي الماس مضروب في التمبريتشر مع الفوليوم، يبقى ام ميكستشر تي اوفر في دي تساوي ار بار مقسومه على ام. من هنا نعرف نشيل ار بار على المولر ماس للميكستشر ونكتب مكانها ار للميكستشر. يبقى دلوقتي نعرف نحسب ار للميكستشر على انها يونيفرسال جاس كونستانت ار بار مقسومه على المولر ماس بنفس الطريقه اللي كنا بنحسب بيها الجاس كونستانت لايديال جاس لوحده. يبقى بنفس الشكل هنحسب ار للميكستشر على انها ار بار مقسومه على المولر ماس. ويبقى لو طبقت الكويشن اوف ستيت لكومبوننت واحده من الميكستشر وقسمتها على الايكويشن اوف ستيت للخليط، يعني تخيل ان احنا هنكتب بي اي في اي ايكوالز تو ان اي ار بار تي اي ونقسمها على الايكويشن اوف ستيت للميكستشر، بي ميكستشر في ميكستشر تساوي ان ميكستشر ار بار تي ميكستشر، ونقسم الاثنين على بعض. ونلاحظ ان لو كان الميكستشر كله عند ايديال جاسز يبقى كل ار بار ليه زي بعضها، لو الخليط موجود عند نفس درجه الحراره زي الاوريجينال كومبوننتس وكان الكومبوننت بريشر يقاس عند نفس حجم الخليط، معنى كده ان تي وفي وار بار يبقوا الثلاثه ثوابت، يبقى نسبه الايكويشن اوف ستيت الاثنين على بعض بي اي على بي
بقت هي نسبة الـ number of moles ni على nm، ويبقى الـ component pressure يشارك في الـ total pressure للـ mixture بنسبة تساوي الـ mole fraction، نسبة ni على n mixture. يبقى نقدر نحسب بالوقت الـ mole fraction لأي غاز في خليط باستخدام معادلة من اتنين، يا إما هو الـ number of moles من الـ component مقسومة على الـ number of moles للخليط بالكامل، أو هو يساوي الـ component pressure مقسوم على الـ total pressure للخليط. معنى كده إن الضغط الكلي للخليط بيتكون من مجموع الـ component pressures، ودي القاعدة الأساسية اللي دالتون لو اتبنى عليها. في المقابل لو استخدمنا أماجاتز لو، والقانون اسمه أماجاتز لو بيقول ان بدل ما تجمع الضغوط هنجمع الحجوم. أماجاتز لو بيقول ان الحجم الكلي لخليط من الغازات المثالية يساوي مجموع الحجوم الجزيئية لكل غاز اذا كل غاز منهم وجد عند نفس ضغط ودرجة حرارة الخليط. يعني التوتال فوليوم للميكستشر عبارة عن الفوليوم للغاز الأول زائد الفوليوم للغاز الثاني زائد لنهاية المكونات، بشرط أن الحجوم لكل كومبوننت لوحدها تقيسها عند نفس البريشر ونفس التمبريتشر للخليط. كأن التوتال فوليوم للميكستشر عبارة عن سميشن في اي، واي بيتغير من واحد لغاية عدد الكومبوننت اللي هو جي. نعرف نوصف ده بنفس الكيفية اللي تعاملنا بيها مع دالتونز لو. لو انت عندك حجم معين من غاز عند ضغط ودرجة حرارة وهتخلطه مع حجم تاني قد يكون مساوي ليه او اكبر منه او اصغر منه، حجم في 2 من غاز رقم 2 بس عند نفس الضغط ودرجة الحرارة، وهتحتفظ بيهم في سلندر أكبر شوية، يبقى الحجم الجديد الناتج عبارة عن مجموع الحجوم في 1 وفي 2 بشرط أن كل الحجمين في البداية والحجم النهائي كلهم عند نفس التمبريتشر والبريشر. أما جاتس لو بيقول أن الحجم التوتال عبارة عن مجموع الحجوم طالما الضغط ودرجة الحرارة متساويين للكومبوننتس اللي داخلة في تكوين الخليط مع حجم مع ضغط ودرجة حرارة الخليط الجديد. نعرف نسبة الكلام ده لو قلنا ان احنا هنجمع الـ number of moles، هاخد number of moles من الغاز الاول زائد الـ number of moles من الغاز التاني عشان يدوا total number of moles للميكستشر. وبنستخدم الـ equation of state، نشوف الـ number of moles هي PV مقسومة على R bar T، ونعوض في المعادلة دي عن الـ number of moles، ونلاقي ان شروط الخلط ان كلهم ideal gases، يعني R bar universal gas constant ده واحد. الخلط بيتم عند نفس الـ temperature والـ pressure، يعني انا ممكن اقسم المعادلة في الطرفين على الـ pressure واضرب المعادلة في الطرفين في حاصل ضرب R bar T، يبقى عندنا النتيجة اللي طلع ان total volume للـ mixture عبارة عن الفوليوم للغاز رقم 1 زائد الفوليوم للغاز رقم 2 إلى الفوليوم للغاز رقم جي، كأنه summation في اي واي بيتغير من 1 إلى جي. طيب تعالوا نشوف دلوقتي، احنا وصفنا دالتونز لو وكان بيقول ان التوتال بريشر بيساوي مجموع الانديفيديوال بريشر عند نفس الفوليوم ونفس التمبريتشر للميكستشر. ولما حسبنا الايكويشن اوف ستيت لوان كومبوننت وقسمناها على الايكويشن اوف ستيت للميكستشر طلع لنا ان المول فراكشن هو نسبه النمبر اوف مولز للكومبوننت على التوتال نمبر اوف مولز، وهو نفسه البارشال بريشر للغاز مقسوم على التوتال بريشر للميكستشر. تعالوا نشوف أماجاتز لو اللي كان بيقول ان لو جبت الايكويشن اوف ستيت لكومبوننت وقسمتها على الايكويشن اوف ستيت للميكستشر، ولاحظ ان في أماجاتز لو بنقول ان
الغازات المساهمة في تركيب الخليط هي عند نفس ضغط ودرجة حرارة الخليط، يعني الـ temperature والـ pressure متساويين للـ individual components وللـ resultant mixture. يعني معنى كده إن ممكن نقسم الكل على R bar T مقسومة على B، يبقى المول فراكشن لأي غاز عبارة عن نسبة الـ number of moles، وكمان هي نسبة الـ individual component volume مقسومة على الـ total mixture volume. يعني معنى كده إن المول فراكشن نعرف نحسبه بواحدة من ثلاث معادلات: نسبة الـ number of moles، نسبة الـ partial pressure إلى الـ total pressure، نسبة الـ component volume إلى الـ total volume للخليط. ويبقى الـ number of moles هو نفسه اللي يدي المولر أناليسز، أو هو يدي الفوليومتريك أناليسز للجاس ميكستر. ويبقى الـ number of moles كمان بيوضح نسبة مشاركة كل component في الـ total pressure لـ mixture of ideal gas. تعالوا ناخد example نطبق بيه على الكلام ده. ولو قلت إن في mixture consisting of خليط من غازات بيتكون من 10% هيدروجين، 48% أكسجين، و 42% و 42% من كربون مونوكسيد، والريشيوز دي باي ماس، هي نسب بالكتلة. وعاوز حضرتك في أول مطلوب إنك تحسب الفوليومتريك أناليسز، عاوز النسب المئوية للتحليل بالحجم. فوليومتريك أناليسز إحنا تعلمنا من شوية إن الديسكريبشن للميكسشر يا إما جرافيمتريك بالكتل، يا إما مولر باستخدام النمبر أوف مولز. دلوقتي من المعادلة اللي فاتت لقينا إن المول فراكشن هو نفسه نسبة النمبر أوف مولز إلى التوتال ماس، أو هو نسبة الفوليوم إلى التوتال فوليوم. كأن المول فراكشن أو المولر أناليسز هو نفسه اللي نقصد بيه الفوليومتريك أناليسز. كمان عاوز يحسب المولر ماس للميكسشر، وعاوز يحسب الجاز كونستنت. واتفقنا ان النوع ده من المسائل بنحله في صورة جدول. فهنرسم جدول ونكتب فيه نوع الغاز والاناليسز اللي معطى ليه في البداية. فعندنا الكومبوننتس اللي داخلة في تكوين الميكسشر هي الهيدروجين H2 والاكسجين والكربون مونوكسيد. نكتب التحليل اللي هو مديه في المسألة، وكان بيقول ان 10% من الغاز هيدروجين، 10% من الميكستشر هي هيدروجين. وتعالوا نفرض ان اللي موجود في تكوين الخليط 1 كيلو جرام، يبقى الواحد كيلو جرام منه 10% هيدروجين و 48% اكسجين و 42% سي او. كان ممكن نبدأ الفرد ب 100 كيلو جرام عشان ما نتعاملش مع الأرقام الصغيرة، لكن في النهاية الحل يطلع واحد. لو كانت 100 كيلو جرام، يبقى أنت عندك منهم 10% من 100 كيلو جرام و48% من 100 كيلو جرام وهكذا. يبقى اللي يفرق بس أنت بتفرض تبدأ بكتلة كلية معلومة وخد النسب بتاعتها. فلو كان ده 1 كيلو جرام، يبقى اللي موجود ده هو الماس فراكشن. لو كان ده 100 كيلو جرام، يبقى أنت بتحول الماس فراكشن إلى توتال ماس. ولو كان ده الماس فراكشن، فلازم تتأكد إن مجموعه لازم يبقى يساوي 1، وده المعطى ليك. بعد كده لكل غاز هنكتب المولر ماس، الوزن الجزيئي ليه. الهيدروجين H2 المولر ماس ليه 2، الأكسجين 32، CO سي ب 12 و او ب 16، يبقى 28 كيلو جرام لكل كيلو مول. بقى عندك المولر ماس وعندك الماس، نقدر نحسب العلاقة ما بين الماس والمولر ماس، ونقول ان الماس تساوي حاصل ضرب نمبر اوف مولز مضروبة في المولر ماس. ومن العمودين دول نقسم الاتنين على بعض عشان نطلع النمبر اوف مولز. يبقى هنقسم 10 من 100 على 2، ونقسم 48 من 100 على 32،
ونقسم 42% على 28 عشان يدينا النمبر اوف مولز. نجمع النمبر اوف مولز للثلاثة كومبوننتس يبقى ده التوتال نمبر اوف مولز. نحسب دلوقتي المول فراكشن هو النمبر اوف مولز من كل غاز مقسومة على التوتال نمبر اوف مول، ولازم مجموع المول فراكشنز هو كمان يبقى بواحد. والمول فراكشن لكل غاز هو نفسه الفوليومتريك اناليسيس، تعالوا نحوله لنسب مئوية. يبقى لو المول فراكشن 625 من 1000 يعني 62.5% من الغاز في منه هيدروجين، و 18.75% منه من الاكسجين، ونسبة مماثلة 18.75% من CO. كده يبقى جبنا الفوليومتريك اناليسيز. لاحظ ان الماس فراكشن كان 10% بس، الفوليوم فراكشن بقى 62%، الارقام اختلفت دراستيكلي. المطلوب التاني كان عاوز يعرف المولر ماس، واتفقنا ان المولر ماس لميكستشر هو التوتال ماس على التوتال نمبر اوف مول. يعني التوتال ماس بدأنا بواحد كيلو جرام وحسبنا التوتال نمبر اوف مولز لما جمعناهم على بعض طلع 8%. نعرف نجيب دلوقتي المولر ماس للميكستشر بقى 12.5 كيلو جرام لكل كيلو مول. كان ينفع تحسب المولر ماس بطريقة تانية، عملناها سميشن، حصل ضرب المول فراكشن في المولر ماس لكل غاز منهم وهيطلع نفس الناتج. اذا عرفت المولر ماس تقدر تستخدمه مع اليونيفرسال جاز كونستانت عشان تطلع الميكستشر سبيسيفيك جاز كونستانت. هو المولر ماس هو اليونيفرسال جاز كونستانت مقسوم على المولر ماس، وهو طالبه بوحدة بار متر مكعب لكل كيلوغرام كلفن. كده يبقى عرفنا نوصف الخليط بالكامل ونعرف نحول من اناليس منهم للتاني. الخطوة اللي جاية ان احنا نطلع الثيرمال بروبرتي، عايزين نحسب خواص الخليط اللي اتكملنا واحنا بنعمل انرجي بالانس او انتروبي بالانس او اكسيرجي بالانس. والخواص اللي بنتكلم عليها هما تلاتة، الانثالبي والانترنال انرجي والانتروبي والانو ايديال جاس. يبقى عايزين نعرف اكسبريشن للسي بي والسي في. الاناليسيز واحد وكل واحد منهم هنعمل جنراليزيشن لدالتونز لو عشان نجيب البروبرتيز لايديال جاس ميكستشر. هنطبق قانون اسمه جيبس دالتونز لو، وجيبس دالتون هو سبيشال كيس من دالتونز لو اوف اديتيف بريشر. وجيبس دالتونز لو بيقول زي ما كان دالتون لو بيقول، قانون دالتون كان بيقول ان الضغط الكلي للميكستشر عبارة عن مجموع الضغوط الجزيئية للمكونات لو اتوجدت بمفردها عند الضغط والحجم للخليط، عند درجة حرارة وحجم الخليط. جيبس دالتونز لو بيقول ان خواص الميكستشر عبارة عن مجموع خواص مكونات الميكستشر عند نفس حجم ودرجة حرارة الخليط. يعني معنى كده ان لو عاوز تحسب الطاقة الداخلية للميكستشر بيتكون من 2 gases، يبقى اعرف الطاقة الداخلية للغاز الاول والطاقة الداخلية للغاز التاني لو كان كل واحد فيهم موجود عند V و T للخليط، واجمعهم على بعض. يبقى التوتال انترنال انرجي للميكستشر عبارة عن الانترنال انرجي للغاز الاول زائد الانترنال انرجي للغاز التاني، وكرر نفس الكلام للانثالبي وكرر نفس الكلام للانتروبي، بس بشرط ان احنا بنجمع الاكستنسيف بروبرتيز مش الانتنسيف بروبرتيز. يعني بتعامل مع الانترنال انرجي الكليه مش مع السبيسيفيك انترنال انرجي اللي هي بير يونت ماس. نبدا نشوف الكلام ده. لو انا بحسب على الطاقه الداخليه، عاوز احسب الطاقه الداخليه الكليه لميكستشر يو ام باستخدام جيبس دالتونز لو. القانون اللي كان بيقول ان الطاقه الداخليه الكليه عباره عن الطاقه الداخليه لكل كومبوننت لوحدها واجمعهم على بعض، يبقى سميشن يو اي، واي تتغير من واحد لجي. طيب الطاقه الداخليه الكليه احنا نعرف نحسبها على انها حاصل ضرب الماس في الطاقه الداخليه النوعيه لكل كيلوغرام منه. يبقى يو اذا كانت بالكيلو جول لكل كيلوغرام
هنضربها في الماس بالكيلوجرام، يبقى يدي التوتال انترنال انرجي اللي هي بالكيلو جول. نطبق المعادلة دي ونقسم على ان الماس للميكستشر في يو في السبيسيفيك انترنال انرجي للميكستشر، تبقى مجموع الماس لكل كومبوننت مضروبة في الطاقة الداخلية النوعية لكل كومبوننت. ولو قسمت المعادلة دي على الماس يبقى السبيسيفيك internal energy للmixture عبارة عن مجموع الماس فراكشن لكل غاز مضروبة في الانترنال في السبيسيفيك internal energy لكل غاز، يبقى summation mf للغاز رقم i مضروبة في ui، كل ده لما i يتغير من 1 الى j، ومجموع او تغير الطاقة الداخلية للميكستشر دلتا يو للميكستشر بقى يساوي مجموع تغيرات الطاقة الداخلية لكل كومبوننت لوحدها، يبقى دلتا يو للميكستشر تساوي مجموع الماس لكل كومبوننت في دلتا يو للكومبوننت لوحدها. ولو عاوز تحسب الطاقة الداخل تغير الطاقة الداخلية لكل كيلوغرام يبقى اقسم المعادلة دي على الماس، يبقى مجموع حاصل ضرب الماس فراكشن في تغير الطاقة الداخلية للغاز الواحد. يبقى لو عاوزين نحسب الطاقة الداخلية لأي ميكستشر عبارة عن مجموع الماس فراكشن في الطاقة الداخلية لكل كومبوننت، وتغير الطاقة الداخلية للميكستشر عبارة عن مجموع حاصل ضرب الماس فراكشن في تغير الطاقة الداخلية لكل غاز منهم. ممكن نعمل أناليسيس ده بشكل تاني على حسب الداتا المتاحة ليك. هعيد نفس المعادلة، ان الطاقة الداخلية الكلية للخليط تساوي مجموع الطاقة الداخلية للغاز الاول زائد الغاز الثاني وهكذا لغاية عدد المكونات. المرة دي لو انت متاح ليك قيم الطاقة الداخلية النوعية مش بوحدة الكيلو جول لكل كيلو جرام زي في الاناليسز اللي قبل كده، لو كانت متاحة بوحدة كيلو جول لكل كيلو مول، يعني الطاقة الداخلية لكل واحد مول من المكونات، يبقى الـ number of moles للخليط مضروب في الطاقة الداخلية لكل واحد مول، عشان كده المرة دي هرمز لها بالرمز U bar، يبقى N mixture مضروب في U bar للmixture تساوي عدد المولز من الغاز الأول مضروب في الطاقة الداخلية النوعية لكل مول من الغاز الأول اللي هي U bar 1 واجمع لغاية كل مكونات الخليط، يبقى summation from I equals 1 to I equals to J of Ni U bar I، اجمع حاصل ضرب عدد المول في الطاقة الداخلية لكل مول لكل أنواع لكل عدد المكونات اللي داخلة في تركيب الخليط، واقسم المعادلة في الطرفين على N mixture، يبقى الطاقة الداخلية لكل كيلو مول للميكستشر تساوي مجموع المول فراكشن لكل غاز في الطاقة الداخلية النوعية لكل مول من individual component. وبالمثل تعرف تجيب تغير الطاقة الداخلية لكل مول على انها مجموع number of moles في تغير الطاقة الداخلية للغاز الواحد، وزيها تغير الطاقة الداخلية النوعية لكل مول عبارة عن مجموع المول فراكشن في تغير الطاقة لكل مول من الانديفيديوال كومبوننتس. بالمثل نعرف نحسب الانسالبي، يبقى التوتال انسالبي للميكستشر عبارة عن الانسالبي للغاز الاول زائد الانسالبي للغاز الثاني، وبنبدأ بال extensive property total enthalpy، وبعدين نحسب منها التوتال انسالبي على انها specific enthalpy per unit mass مضروب في التوتال ماس لكل ميكس، يعني معنى كده ان m mixture h mixture بقى تساوي m1 h1 plus m2 h2 لغاية كل المكونات لغاية اخر component mg hg، يعني هي summation حاصل ضرب mi hi،
واقسم المعادلة مرة تانية بنفس الترتيب اللي عملناه مع الطاقة الداخلية. نكرره، يبقى الانثالبي للميكستشر السبيسيفيك انثالبي تبقى مجموع الماس فراكشن في الانثالبي لكل كومبوننت، وتغير الانثالبي سبيسيفيك انثالبي بقى يساوي مجموع حاصل ضرب الماس فراكشن في تغير الانثالبي لكل غاز. وبالمثل لو كانت الانثالبي المتاحه بوحده الكيلو جول لكل كيلو مول، وبالمثل للانتروبي. ولكن قبل ما نحسب تغير الانتروبي نشوف دلوقتي، احنا عرفنا للايديال جاس ان الطاقه الداخليه تساوي حاصل ضرب السي في في درجه الحراره، والانثالبي تساوي حاصل ضرب السي بي في درجه الحراره. لو عايزين نحسب سي بي وسي في للميكستشر، الحراره النوعيه بثبوت الحجم والحراره النوعيه بثبوت الضغط لاي جاس ميكستشر، نبدا بمعادله الطاقه الداخليه. كنا قلنا ان تغير الطاقة الداخلية لميكستشر عبارة عن حاصل ضرب سي السي لأي غاز لأي كومبوننت لوحده، دلتا يو للغاز رقم اي تساوي سي في مضروب في دلتا تي للغاز ده. بالمثل للميكستشر كنا بنقول ان دلتا يو للميكستشر كانت تساوي مجموع الماس فراكشن في الـ CV، مجموع الماس فراكشن في تغير الطاقة الداخلية لكل كيلوغرام، أو مجموع المول فراكشن في تغير الطاقة الداخلية لكل مول. عشان كده لو أنا قلت إن الطاقة الداخلية للغاز للميكستشر دلتا يو للميكستشر بقى يساوي مجموع الماس فراكشن مضروبة في الطاقة الداخلية لكل تغير الطاقة الداخلية لكل غاز. ولو شلت تغير الطاقة الداخلية لكل غاز وكتبت مكانها سي في لكل غاز مضروب في تغير درجة الحرارة، وجمعت تغير الماس فراكشن مع السي في داخل السمشن، يبقى دلتا يو للميكستشر اقدر اقول عليه انه يساوي افريج فاليو للسي في مضروبة في دلتا تي للميكستشر. ويبقى السي في للميكستشر عبارة عن summation الماس فراكشن في السي في لكل غاز، لو انت عارف السي في بوحدة كيلو جول لكل كيلو جرام. ولو السي في المتاح ليك بوحدة كيلو جول لكل كيلو مول كلفن، يبقى السي في افريج رمز بالرمز سي بار، يبقى عبارة عن summation المول فراكشن في السي في لكل مول من الخليط. عشان كده انا هستخدم المعادله دي لو كان السي في متاح بوحده كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن، واستخدم الوحده دي لو كان السي في المتاح لي بوحده كيلو جول لكل كيلو مول كلفن. يعني سي في للميكستشر عباره عن سميشن حاصل ضرب الماس فراكشن في السي في لكل غاز منهم. وبالمثل نعرف نحسب للسي بي، السي بي هو كمان هيبقى سي بي افريج عبارة عن summation الماس فراكشن في السي بي لكل غاز منهم لو كانت قيم السي بي متاحة لكل كيلو جرام. إنما لو كانت قيم السي بي متاحة بالكيلو جول لكل كيلو مول كلفن، يبقى السي بي افريج للميكستشر عبارة عن summation حاصل ضرب المول فراكشن في السي بي لكل غاز من مكونات الخليط. بالمثل نعرف نحسب تغير الانتروبي، يبقى التوتال انتروبي للميكستشر تجيبها على انها مجموع الانديفيديوال انتروبي، وتغير الانتروبي للميكستشر بقى يساوي مجموع الماس فراكشن في تغير الانتروبي لكل غاز من الغازات. لما نيجي نعمل ميكسينج للكومبوننتس دي مع بعضها، تعال نفرض ان احنا عندنا مجموعه من الغازات 1 2 لغايه جي جاسز كلهم موجودين عند نفس التمبريتشر والبريشر، وهنعمل لهم ميكسينج، هنخلطهم مع بعض. وهنفرض ان الميكسينج ده بيتم ادياباتيكلي، يعني كلهم موجودين في سيستمز كلها perfectly insulated. اللي هعمله ان احنا هنشيل الفواصل ما بين كل غاز والتاني،
يبقى بدل ما كانت separate gases بقت mixture، ولكن المكسشر هيطلع عند نفس درجة حرارة وبريشر الانديفيديوال كومبوننتس. وعايزين نطلع البروبرتيز للمكسشر ده. طالما الخلط تم في سيستم وكان انسوليتد، يبقى نعرف نطبق عليه الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس، كيو ماينس دبليو ايكوالز تو دلتا يو. بما ان الخلط كان بيتم داخل كلوزد فيسلز يبقى الشغل بصفر، وبما انه كان ادياباتيك يبقى كيو هي كمان بقى تساوي صفر. يبقى الريزلتنت ايكويشن بتقول ان دلتا يو بقى تساوي صفر، ودلتا يو اللي اقصدها هو يو قبل الخلط ويو بعد الخلط. يعني يو واحد ستيت اللي قبل الخلط تساوي يو اتنين اللي هي بعد الخلط. يو واحد هي عبارة عن مجموع الانترنال انرجي لكل غاز لوحده، ويو اتنين بقت مجموع الانترنال انرجي للميكستشر. كأن اعرف اكتب المعادلة دي على انها summation الماس فراكشن للغاز رقم i في الستيت رقم واحد، زائد الماس فراكشن للغاز رقم اتنين في الستيت رقم واحد. نجمع عند البداية كأننا جبنا دلوقتي التوتال انترنال انرجي في الحالة الاولى. ولما بقى خليط من المكونات نعرف نوصفها ونطلع الماس فراكشن، يبقى عند الستيت رقم 2 التوتال انترنال انرجي بقت سميشن الماس فراكشن لكل غاز في الانترنال انرجي للغاز ده عند الظروف بتاعت ستيت نمبر 2. ونطبق على كده بمثال. لو بيقول انسوليتد ريجيد تانك، ريجيد تانك يعني الشغل بصفر، انسوليتد بعد كمية الحرارة بصفر، is divided into two compartments by a partition، مقسوم الى جزئين باستخدام حاجز. One compartment contains 7 kg of oxygen، جزء من الخزان بيحتوي على 7 كيلوغرام من غاز الاكسجين at 40 degrees celsius and 100 كيلو باسكال. الغاز ده موجود عند 40 درجة سيليزيوس وعند 100 كيلو باسكال. And the other compartment contains 4 kg of nitrogen، الجزء الثاني من الفيسل فيه 4 كيلوغرام من النيتروجين at 20 degree celsius and 150 كيلو باسكال. النيتروجين موجود عند 20 درجة مئوية و150 كيلو باسكال. Now the partition is removed، هيشيل الفاصل، and the two gases are allowed to mix، ويتخلط الغازين مع بعضهم. Determine، احسب the mixture temperature and pressure after equilibrium has been reached، احسب درجة حرارة وضغط الخليط لما يوصل للخليط إلى حالة اتزان. الكيس اللي قدامنا هي two gases موجودين separately، واحد فيهم هو أكسجين في جانب لوحده عندنا منه 7 كيلوغرام عند 40 درجة و100 كيلو باسكال، والغاز الثاني هو النيتروجين معروف منه 4 كيلوغرام و20 عند 20 سيليزيوس و150 كيلو باسكال موجودين في ادياباتيك فيسل. قبل ما نعمل خلط، لو بصينا على اي الجاسز في الستيت الابتدائيه، انت عارف نوع كل غاز، يبقى عارف الجاز كونستانت لي. في الانيشال ستيت عارف الماس والتمبريتشر والبريشر، يبقى الايكويشن اوف ستيت مش فاضل فيها غير الفوليوم. تعرف تجيب الفوليوم للغاز الاول والفوليوم للغاز الثاني، كل ده عند الانيشال ستيت. اللي هيحصل ان احنا هنخلطهم الاثنين مع بعض، ولما يتخلطهم انت عارف التوتال ماس في البدايه، اكيد الماس بتاعت الخليط هي مجموع الاثنين، وعارف الفوليوم حسبته عند الانيشال ستيت، يبقى التوتال فوليوم عند الفاينال ستيت هو كمان واحد. لاحظ ان المطلوب بعد ما يحصل خلط ان كانت التمبريتشر والبريشر لكل كومبوننت مختلفين. يعني معنى كده ان في فاينل ايكوليبريم تمبريتشر وفاينل ايكوليبريم بريشر مختلفين عن القيم دول، هو دول المطلوب ان احنا نحسبهم. يعني معنى كده ان الفاينل ستيت انت عارف عندها التوتال ماس، وعارف عندها التوتال فوليوم، وعارف بين الاناليسز للميكستشر تعرف تجيب ار للميكستشر، ويتبقى عندك التمبريتشر والبريشر، ده المطلوب ان احنا نحسبه.
نشوف نبدأ الحل إزاي. ويفضل إن احنا نبدأ بجنرال إنرجي بالانس للسيستم على إنه خلط في كلوزد سيستم، يبقى Q ماينس W إيكوالز دلتا U، ولأنه أديابات Q بقت بصفر، ولأنه فيسل ريجيد فيسل بقى الشغل بصفر، يعني U2 يساوي U1، يعني دلتا U بقت تساوي صفر، يعني دلتا U للغاز الأول زائد دلتا U للغاز الثاني برضو تساوي صفر. دلتا U لكل غاز منهم عبارة عن الماس في تغير درجات الحرارة. يبقى لو كتبت كده إن الماس في الـ CV في تغير درجة الحرارة لغاز النيتروجين زائد الماس مضروب في الـ CV في تغير درجة الحرارة لغاز الأكسجين، كل ده يساوي صفر. والماسز معطى، والـ CV نعرف نجيبها من جداول، ودرجة حرارة البداية لكل واحد منهم موجودة، وفي النهاية هيوصلوا هما الاتنين لدرجة حرارة واحدة، يبقى الـ Energy Balance بقى فيه مجهول واحد بس هو T2. الـ Two Gases هيبقوا عند نفس درجة الحرارة T2. لما نحل المعادلة دي نعرف نطلع قيمة T2 ويبقى ده واحد من المطلوب. هندخل الجداول ونطلع قيم الـ CV للـ N2 ونطلع الـ CV للـ O2، ونعوض في المعادلة تقوم تطلع قيمة تي 2 تبقى 32.2 درجة مئوية. الخطوة اللي جاية ان احنا عايزين نجيب البريشر، بما انه ايديال جاس ميكستر يبقى نطبق عليه الايكويشن اوف ستيت. عايزين نحسب البريشر عند ستيت 2، بي 2 في 2 ايكوالز تو ان 2 ار بار تي 2. المعادلة دي عارفين منها بس تي 2 هي 32.2 سيليزيوس، هنجمع عليها 273، وعارفين R بار، مطلوب نحسب الباقي. نعرف نجيب الـ number of moles لكل غاز منهم باستخدام الـ mass analysis المعطى ونحوله لـ mole analysis. هو بيقول عندنا 7 كيلوغرام من O2، و O2 وزنه 32، يبقى نعرف الـ number of moles منه. بالمثل عندنا 4 كيلوغرام من النيتروجين، والنيتروجين المولر ماس ليه 28، يبقى نقدر نحسب النمبر اوف مولز. لما نجمع يبقى التوتال نمبر اوف مولز للخليط موجود، نعرف نجمع النمبر اوف مولز لO2 زائد النمبر اوف مولز لN2، يبقى ده التوتال نمبر اوف مولز. يبقى من المعادله دي كمان عرفنا N2. يبقى فاضل لنا عشان نجيب البريشر نجيب الفوليوم V2. نجيب الفوليوم باستخدام الانيشال كونديشن عند الـ initial state. الفوليوم للأكسجين عند الحالة الأولى يساوي N R bar T على P عند state رقم واحد. number of moles معروف، أو ممكن نستخدم الماث تبقى M R T على P. فلو بما أننا حسبنا number of moles وهستخدم universal gas constant مضروب في absolute temperature عند الحالة الأولى مقسوم على البريشر عند الحالة الأولى، والاتنين دول من المعطيات، يبقى جبت الفوليوم للغاز عند الحالة الأولى للغاز الأول. بالمثل نعرف نحسب الفوليوم للغاز الثاني عند الحالة الأولى، VN2 عند state 1 عبارة عن NR bar T1 over P1، وعوض number of moles حسبته، الجاز constant universal رقم ثابت، الابسوليوت تمبريتشر على البريشر في الحاله الاولى. يبقى انت عارف دلوقتي الفوليوم لكل غاز منهم اجمعهم، يبقى ده يطلع التوتال فوليوم. كده ترجع تعوض في الايكويشن اوف ستيت وتطلع منها البريشر المطلوب التاني في المساله. مثال تاني عشان نحسب بيه الاكسيرجي ديستراكشن، كان كل المعطيات اللي فاتت، كل البروبلمز اللي كنا بنحلها قبل كده على اي بيور سبستنس او على اي ايديال جاس، نعرف نعيد حلها بس بتغيير الوركينج فلويد. بدل ما هو السيستم بيتكون من ايديال جاس يبقى ميكستشر، ونعرف نتعامل مع كل المعادلات اللي فاتت نعمل لها انرجي بالانس واكسيرجي بالانس بنفس الشكل. فلو المثال اللي قدامنا بيقول ريجيد تانك، انسوليتد ريجيد تانك، برضو خزان ريجيد يعني ما فيش شغل، انسوليتد ما فيش كمية حرارة متبادلة عبر الباوندري، is divided into two compartments by a partition، برضو مفصول عن طريق حاجز،
One compartment contains 3 kilomole of oxygen at 25 Celsius and 200 كيلو باسكال. الجانب الأول من الخزان فيه 3 كيلومول من الأكسجين عند 25 درجة مئوية و 200 كيلو باسكال. الجانب الثاني بيحتوي على 5 كيلومول من الكربون مونوكسيد فيه CO منه 5 كيلومول عند نفس درجة الحرارة ونفس الضغط عند 25 درجة مئوية و 200 كيلو باسكال. Now the partition is removed. هيشيل الحاجز والغازين هيتخلطوا على بعض. Assuming the surroundings are at 25 degrees C, لو كان الوسط الخارجي عند الـ surrounding كان عند 25 درجة سيليزيوس، عاوز من حضرتك تحسب entropy change and exergy destruction associated with the process. عاوز يحسب تغير الانتروبي والاكسيرجي اللي ضاعت عليك أثناء الإجراء الخلط. نحل الإكزامبل ده باستخدام أول حاجة نبدأ نرسم سكتش إن عندك two compartments، واحدة فيهم فيها O2 والتانية فيها CO، واحد منهم موجود ليه 3 كيلو مول عند 25 سيليزيوس و 200 كيلو باسكال، يبقى أنت عارف النمبر أوف مول وعارف نوع الغاز وعارف التمبريتشر وعارف البريشر، يبقى المجهول ما زال هنا هو الفوليوم. بالمثل للغاز التاني مجهول في الستيت رقم واحد، لما تبقى عارف نوع الغاز والنمبر اوف مولز والبريشر والتمبريتشر يبقى تعرف تحسب الفوليوم في البداية. لما يتخلطوا الانفايرومنت درجة حرارتها ثابتة، لما يتخلط الغازين وهم عند نفس البريشر والتمبريتشر يبقى resultant volume هو مجموع الاثنين، ويبقى total number of moles هو مجموع الاثنين، وكده يبقى تعرف تعمل مول analysis وتقول ان المول فراكشن للغاز الاول في الميكستشر كام والمول فراكشن للغاز الثاني في الميكستشر يبقى بكام. ما نعرفش درجة حرارة وضغط الخليط، ولكن واضح ان بcommon sense analysis ان لما يبقى ستيت رقم واحد واثنين كلهم insulated مفيش تبادل للحرارة، والغاز الأول عند 25 درجة والتاني عند 25 درجة، يبقى نتيجة الخلط أكيد T2 هي كمان هتكون 25 درجة. تعالوا نشوف الأناليسز هنعمله إزاي. هو عاوز يحسب تغير الانتروبي والإكسيرجي ديستراكشن. نشوف كده، لاحظ إن T1 تساوي T2 ده صحيح، وبي واحد في النهاية بي الضغط الكلي قبل الخلط وبعد الخلط، الضغط الكلي لكل غاز قبل الخلط 200، ولما يتخلطوا أكيد هيبقى الضغط النهائي هو كمان بقى يساوي 200 كيلو باسكال. ده بناء بكومون سنس أناليسز إن البريشر قبل الخلط والتمبريتشر متساوي، لما يتخلطوا على بعض يبقى اكيد البريشر والتمبريتشر هما كمان متساويين. يبقى تعالوا نحسب كده التغير الانتروبي، وتغير الانتروبي هحسبه بنفس الكيفية اللي حسبت بيها تغير السلبي وتغير الطاقة الداخلية. يبقى تغير الانتروبي للميكسشر عبارة عن تغير الانتروبي لمكوناته، يعني يساوي مجموع المول فراكشن في تغير الانتروبي لكل وحدة مولز، او يساوي مجموع تغير الماس فراكشن في تغير الانتروبي لكل واحد منهم. على حسب الداتا المتاحة لنا هنستخدم المعادلة دي او المعادلة التانية. فلو حسبت من المعادلة الاخيرة يبقى summation هحسب تغير الانتروبي لكل غاز، يبقى summation number of moles من الغاز رقم واحد مضروب في تغير الانتروبي للغاز رقم واحد. تغير الانتروبي عبارة عن من معادلة الايديال جاس CP لن T على T ناقص R لن P على P. وهفرض دلوقت ان ال CP و R هعرف اجيبهم من جداول، و T1 و T2 للغاز T واحد وتي اتنين للغاز الاول موجودين عندنا من البداية والنهاية، ولكن بي اتنين وبي واحد
للغاز الأول معروف بي واحد، الضغط في البداية للغاز الأول 200 كيلو باسكال، ولكن في الحالة النهائية بي 2 للغاز ما هيش كلها هي 200 كيلو باسكال، لأن الميكستشر كله عند ضغط 200 كيلو باسكال، والضغط الكلي زي ما دالتونز لو قال هو مجموع الضغوط اللي جاية من كل غاز. يبقى النهاية البريشر الفاينل بقى 200 كيلو باسكال، وال 200 كيلو باسكال جزء منهم جاي من الأكسجين وجزء جاي من أول أكسيد الكربون. الجزء اللي جاي من كل غاز بنسبة النمبر اوف مولز، يعني لو عاوز تعرف الغاز ده الميكشر عند 200 كيلو باسكال كم منهم جاي من الO2، اضرب ال 200 في المول فراكشن. المول فراكشن عبارة عن النمبر اوف مولز للغاز على التوتال نمبر اوف مول، يعني 3 على 8 مضروبة في 200. من هنا إذا كانت T1 قبل الخلط وبعد الخلط زي ما هي، والتوتال بريشر قبل الخلط وبعد الخلط زي ما هو، لكن البارشال بريشر لكل غاز قبل الخلط ما هوش يساوي بعد الخلط، لأن البارشال بريشر للغاز في الحالة الأولى هو كل الضغط، إنما البارشال بريشر للغاز في الحالة الثانية هو جزء من ال 200 كيلو باسكال اللي هو يساوي نسبة المول فراكشن. من هنا إذا كانت درجة حرارة الخليط واحدة يبقى لين تي على تي تطلع بصفر، ويتبقى عندنا الترم الثاني من المعادلة بس، ماينس R summation number of moles مضروب في لين البارشال بريشر للغاز في الحالة الثانية على البارشال بريشر للغاز في الحالة الأولى. البارشال بريشر للغاز في الحالة الأولى هو كل الضغط، والبارشال بريشر للغاز في الحالة الثانية هو المول فراكشن مضروب في التوتال بريشر، والتوتال بريشر هو نفسه بي 2 هو بي اي 1، يعني ممكن نختصرهم مع بعض ويتبقى عندنا دلتا اس لكل جاز عبارة عن الجاز كونستنت مضروبة في سميشن النمبر اوف مول من الغاز مضروبة في لين للمول فراكشن للغاز. عوض احسب المول فراكشن لكل غاز منهم وعوض في المعادلة، فك السميشن واجمع الاثنين على بعض وطلع دلتا اس للغاز. لو حسبت دلوقتي دلتا اس توتال هتطلع 44 كيلو جول لكل كلمة. عشان نحسب الاكسيرجي ديستراكشن اتفقنا ان الاكسيرجي ديستراكشن نجيبها بطريقة من اثنين، الاولى ان اكس ديسترويد هي حاصل ضرب تي نود في اس جينيريشن، واعمل انتروبي بالانس وطلع الاس جينيريشن، او الطريقة التانية انك تعمل اكسيرجي بالانس واحسب النت اكسيرجي ترانسفير ان واوت ناقص الاكسيرجي ديسترويد تساوي تغير الاكسيرجي مع الزمن بالنسبه للي بيحصل داخل السيستم. واتفقنا ان الاسهل البدايه ان احنا عشان نحسب اكس ديسترويد نحسب تي نود في اس جينيريشن. لو طبقت الانتروبي بالانس على السيستم اللي قدامنا اس ان ماينس اس اوت بلس اس جينيريشن يساوي دلتا اس للسيستم، ولاحظ ان السيستم ما فيهوش تبادل للحراره وهو كلوزد سيستم، يبقى اس ان واس اوت الاثنين يساوي صفر، يبقى الانتروبي بالانس يقول الى ان اس جينيريشن تساوي اس دلتا اس للسيستم، ودلتا اس للسيستم هو اللي حضرتك لسه حاسبه من شويه. يعني معنى كده انك تعرف تضرب بالوقت تي نود اللي هي 25 زائد 298 مضروبه في دلتا اس للسيستم وتطلع الاكسيرجي ديستراكشن ويطلع مقدارها 13112 كيلو. بكده يبقى نقدر نحسب خواص الخليط ونستخدمه في حل البروبلمز الخاصه بالثيرموداينامكس، واتمنى ان المحاضره دي تكون استفدتوا منها، واشوفكم ان شاء الله في الاسبوع اللي جاي في موضوع جديد. السلام عليكم ورحمه الله.